ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم لآخر فقرات حلقتنا النهاردة استشارة طبية. استشارتنا الطبية النهاردة هتكون عن أكتر المشاكل المنتشرة اللي تقريبا كتير مننا بيعاني منها، وهي مشاكل وجع العظم، وإن عظمنا على طول وجعنا، بنتعب من أقل مجهود وعلى طول حاسين بإجهاد وخمول، وإن جسمنا تقيل، ممكن كمان وإحنا بنتحرك وبنمشي نحس بصوت زي طرقعة كده في المفصل وألم شديد جدا. والحقيقة كتير مننا بيكون منتبه إن سبب رئيسي من كل المشاكل دي هو نقص الفيتامينز والمعادن الموجودة في الجسم، واللي من أشهرهم هو فيتامين دي. عشان كده هنتكلم معاكم عن كيفية الوقاية من أعراض نقص فيتامين دي مع ضيفي اللي منورني، دكتور علاء الدين أحمد، المستشار العلمي لشركة باكس فارما. منورنا يا دكتور. أهلا وسهلا بيك، وأنا مسعيد جدا بوجودي معاك في أول حلقة ليا معاكم، وألف مبروك على البرنامج. جاية متأخرة شوية بس ألف مبروك. وعايز بس يعني اللي اختار اسم البرنامج بسم الله ما شاء الله الحريفة. على فكرة الحريفة فيها حاجتين، ممكن تبقى جمع ممكن تبقى مفرد. صح. الحريفة والحريفة. صح، الحريفة الحريفة. على فكرة الكرسي بتاعنا النهاردة فيه الحاجة دي برضو. بجد. الحاجة الثالثة بقى طبعا لازم نقول للسادة المشاهدين ألف مبروك على فوز الأهلي امبارح. الله يبارك فيك يا دكتور. ودي حاجة كويسة إن أنا موجود ولسه الأهلي كسبان امبارح. طبعا بنلاقي ملحوظة أخيرة أقولها بقى. اتفضل. مش عارف أنتوا إخوات ولا مش إخوات، بس من واضح إن أنتوا عشان بتحبوا بعض قوي بقى فيكوا شبه من بعض. بجد. مش اخوات بس يعني اكتر. يعني شفت بقى ازاي الناس لما بتحب بعض بيبقى شبه من بعض. دي موجوده في الحلوه كده. معرفش الملاحظه دي حد قالها لكم قبل كده ولا لا. لا بس يبقى انا متبرج اهو. بيقول يا شبه كنزي، واحده صاحبتي واحده بتنورت. بعد يبقى تيجي معاكم بقى. بس فعلا فيكم شبه من بعض. بس حضرتك في المقدمه حضرتك اثرتي موضوع في منتهى الاهميه. حضرتك لو تفتكر من 4-5 سنين كان في اويرنس، كان في توعيه للموضوع ده، وابتدوا يعملوا تحاليل حقيقة. لان اكتشفوا ان فيتامين دي هو عامل مشترك في معظم الامراض اللي احنا ما كناش عارفينها. يعني مثلا تلاقي يقول لك واحد يقول لك انا ما بنامش كويس، او داخل في دور كآبه، او عظمي بيوجعني، او يقول لك انا بعمل انظمه غذائيه بس ما بخسش، او بشرتي فيها حاجه. لما ابتدوا يعملوا التحاليل وجدوا ان المشكله عندنا الاساسيه في نقص فيتامين د اللي هو فيتامين دي. ونقول معلومة كده بالناس، إشارة طبية، فيتامين د للتحليل هو دايما نورمال من 30-40. يعني لو حد راح عمل التحليل في المعمل وأقل من 30 خلي بالك أنت عندك نقص في فيتامين د. تمام. فمن هنا ابتدت الناس يبقى عندها توعية بنقص فيتامين د. هي قصة مش كده، اكتشفوا إن 90% من الشعب المصري عندهم نقص في فيتامين د. تمام. ده سببه إيه بقى؟ ده غريب جدا. ده حلو قوي. خلي بالك بقى تلاقي على وورلد وايد على مستوى العالم 6 مليار من الناس، بيمثل حوالي 50% من تعداد الناس على مستوى العالم عندهم مشكله في نقص فيتامين د. ليه بقى موجود في مصر الموضوع ده، منتشر في مصر، برغم ان احنا فيتامين د هو بيسموه فيتامين الشمس، احنا ملوك الشمس. احنا الشمس، بس يعني هل احنا بنتعرض للشمس ولا ما بنتعرضش للشمس؟ دايما انا بقول ان كل ما الرفاهيه بتزيد كل ما الامراض بتزيد فالعلاج يزيد. تمام. ليه الدكاتره تشتغل صح؟ ايوه. خلي بقى حكي ليه بقى. لان الناس بتتعرض للتكييف كتير، الناس بطلت تتعرض للشمس فترات طويله. صح. تيجي معلش الستات، بما ان احنا في برنامج الحريفه، الصن بلوك شغال كتير قوي، فبتلاقي التعرض للشمس بقى بيقل. وعلى فكره اصل هو فيتامين د بيسموه فيتامين الشمس، لان الشمس هي المسؤوله عن تحرير فيتامين د في الجسم. الحاجة التانية، طب المصادر الغذائية بتاعته، هل احنا بنتناول يعني مثلا تلاقي الأسماك الدهنية اللي هي السلمون السردين الماكريل، هل احنا بناكل الأسماك دي؟ هل لينا وجبة في الأسبوع لازم يبقى فيها سمك؟ ده ما بيحصلش. صفار البيض مثلا من ضمن المصادر الأساسية لفيتامين د. تيجي مثلا حضرتك عصير برتقال، هل كل الحاجات دي احنا بننتظم عليها؟ مع العلم إن احتياجات الجسم في اليوم في الناس الأدلت من 2000 ل 4000 وحدة دولية. تمام. فيتامين د بقى، بما ان احنا بنتكلم في مشكلة العظم، فيتامين د ده هو الاساس اللي انا ببني عليه. يعني لازم انا ابقى حاطط اساس كويس عشان خاطر اقدر ابني عليه. بمعنى اخر ايه؟ طب تعالوا بقى نعرف العظم، مش احنا جبنا سيره العظم وحضرتك جبت سيره المفاصل، لازم نعرف الاول للساده المشاهدين يعني ايه عظم ويعني ايه مفاصل. حلو. العظم هو من ضمن مكونات الجسم اللي هو الهيكل العظمي. تمام؟ العظم ده هو الاساس فيه هو الكالسيوم. الكالسيوم هو المسؤول عن تكوين العظام، والفسفور هو المسؤول عن قوه العظام. خلي بالك بقى كلمه الكالسيوم دي عايزين نحطها تحتيها 3 خطوط دلوقتي. تمام. وحضرتك جبت سيره المفاصل. المفاصل بيعرفوها ازاي؟ ان التقاء اي عظمتين ببعض عن طريق الاربطه
وبينهم غضاريف بيسموه مفصل. مفصل ركبه، مفصل كتف، مفصل حوض، مفصل كتف. اي عظمتين بيلتقوا ببعض عن طريق الاربطه وبينهم غضاريف ده بيسموها مفصل. الغضاريف فايدتها ايه؟ الغضاريف هي اللي بتاع المخدات اللي بتمنع احتكاك العظم ببعضه. اوكي. وسبحان الله ما بين هذه الغضاريف في سائل بيسموه الهيالورونيك اسيد عشان يمنع احتكاك الغضاريف ضد بعض. حصلت صوره الطقطقه. الطقطقه دي على فكره مؤشر، خلي بالك انت بقى عندك مشكله، السائل ده ابتدى يقل. وهنخش في تاكل الغضاريف، وهنخش بعد كده معانا دكتور الشرحه في 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 خشونه الركبه. وخشونه الركبه هنا دي مقدمه لتغيير المفصل، وما ادراك تغيير المفصل. الفيديو ده بيوضح هو ان احنا عندنا ده المفصل اهو، عظمتين ببعض بينهم الغضاريف، في عندنا مشكله في العظم، وبعد كده بيحصل عندي التهاب في الاربطه. فايه اللي بيحصل؟ ان بيبتدي السائل ده يقل. فالسائل لما يبتدي يقل الغضاريف تبتدي تاكل في بعض. لما تبتدي تاكل في بعض بعد كده العظم ياكل في بعض، نخش في خشونه الركبه او خشونه اي مفصل. وبعد كده ده يؤدي لتغيير المفصل. تمام. احنا النهارده بقى جايين نحل هذه المشكله. هو قصدي مش نحل هذه المشكله، احنا نمنع هذه المشكله. نمنع من عشان المنع احسن، احسن من العلاج. الوقايه خير من العلاج. وعلى فكره دي ده الهدف الاساسي من المكمل الغذائي، ان هو يمنعك تخش في هذه المشكله. صح. نرجع بقى كده دقيقتين ورا، احنا قلنا ايه؟ الكالسيوم. صح. مظبوط. وقلنا فيتامين د. فيتامين د هو المسؤول عن امتصاص وترسيب الكالسيوم في العظم. يعني انت لو عندك نقص في فيتامين د يبقى عندك مشكله بالتبعيه في الكالسيوم. حتى لو انت بتاخد كميات الكالسيوم المفروض ان احنا ناخدها، وبان احنا بنتكلم في الاستشاره الطبيه علمونا في الكتب المفروض انك تاخد في اليوم من وحدتين لثلاث وحدات كالسيوم، اللي هو المصدر الاساسي للكالسيوم هو المنتجات الالبان. يعني تشرب كوبايتين لبن او كوبايتين لبن وكوبايتين، ده ما بيحصلش. في حاجه قلت ايه؟ ما بيحصلش. فبالتبعيه انا عندي مشكله في الكالسيوم وعندي مشكله في فيتامين د. اوكي. طب نحل هذه المشكله ازاي بقى؟ اول مكمل غذائي عندي اللي هو الفيتا بيكس. الفيتا بيكس التركيز الفيتامين د فيه 2000 وحده دوليه. يبقى انا النهارده اول مكمل غذائي عندي، وكلمه مكمل غذائي انا حاطط لك فيتامين د من مصادر طبيعيه. اوكي. 2000 وحده دوليه. اللي هي احتياجات الجسم في اليوم. يا دكتور معانا. اللي هو الفيتا بيكس. وعلى فكره دايما واحنا بنتكلم في الكورس بتاعنا هنتكلم في جرعه وقائيه وجرعه علاجيه. اوكي. لو وقائيه انا باخد قرص واحد بعد الفطار. يعني انا ما عنديش الاعراض. اوكي. او ما عملتش التحليل فاكتشفت ان انا ما عنديش، لسه ما عنديش المشكله بتاعت نقص فيتامين د. تمام. لو عندي الاعراض باخد قرصين في اليوم اللي هم ال 4000 وحده، ودي هنا بقت جرعه علاجيه. علاجيه مظبوط. يبقى انا حطيت يعني الاساس. يعني لو انا ما عنديش نقص في فيتامين دي وعايزه ما اجيليش، امنع. ايوه. اخد قرص بعد الفطار. اخد قرص بعد الفطار. لو انا بشتكي هاخد قرصين. اوكي. حطيت الاساس وحليت مشكله فيتامين د، بس انا عندي مشكله تاني، مشكله الكالسيوم. لان انا ما باخدش الوحدات الجرعات اللي انا المفروض اخدها او الوحدات اللي المفروض اخدها من الكالسيوم. فبالتالي الفيتامين دي مش هيمتص الا لو في كالسيوم، اللي هو الكالسيوم المسؤول عن تكوين العظام. تمام. عشان كده اديتك المكمل الغذائي التاني بتاعنا اللي هو السيت زيت ماكس. وتركيز الكالسيوم فيه 1350 وحده. تمام. او ملي جرام. وزي ما موجود عندنا في الشاشه. وخلي بالكوا الكالسيوم اللي موجود فيه موجود في صوديوم الكالسيوم سيترات. الساده المشاهدين عندهم مشكله، اللي بياخدوا الكالسيوم يقول لك انا لما باخد الكالسيوم معدتي تقيل. حلو قوي الاكسبريشن ده. هي المشكله في الكالسيوم مش في الكالسيوم، محطوط في انهي صوره. معظم اللي موجود في السوق محطوط في صوره الكالسيوم كربونات. الكالسيوم كربونات ده لما تاخده هتلاقي بيأثر في المعده، بيعمل لك القرص حضرتك وتقول عليه ده، وممكن يعمل لك الم في معدتك، تعويمه كده تحس ان انت، ايوه، وممكن يدخلك في امساك. احنا حاطين الكالسيوم في صوره الكالسيوم سيترات ما فيهوش هذه المشاكل. لا بيأثر ولا بيتأثر بالمعده. وعشان كده في الاوروبيان وفي امريكان هو الكالسيوم الموجود موجود في صوره الكالسيوم سيترات. وعلى فكره بيكتبوه روتيني بعد 35 سنه، يقول لك خد لي قرص كالسيوم في اليوم. بس موجود في كل صوره الكالسيوم ايه؟ أوكي. كالسيوم سيترات. يبقى احنا دلوقتي حلينا مشكله فيتامين د، مشكله الكالسيوم. الكالسيوم مظبوط. بس احنا في المقدمه قلنا المفاصل بالظبط. دي مهمه، اهم مكمل غذائي بقى اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. لان مشكله المفاصل دي مشكله صعبه جدا، ومشكله على فكره ما اصبحت ما مش موجوده، حتى موجوده في كل الاعمار السنيه، مش كبار السن فعلا. حضرتك لان احنا بنمسك الرفاهيه بقى، نمسك الموبايل وبنقعد فتره طويله وما نتحركش، ايه ده انا كتفي بيوجعني.
الله الناس اللي بتقعد فترات طويله سايق الله درجتي بتوجعني كل دي بقى انت عندك مشكله في المفصل. انا بتحرك رجلي يا دكتور. برافو عليك برافو عليك. عشان كده دخلنا بالمكمل الغذائي التالت بتاعنا اللي هو الجوينت بيكس. الجوينت بيكس ده هو خاص بسلامه وصحه الاربطه والغضاريف. الجوينت بيكس ده اللي هو 5 في 5 اهو معانا برضه اهو بالظبط كده. هو عشان كده بيسموه القوى الخماسيه لراحه وسلامه المفاصل. هو فيه خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. الجسم بيعمل ايه؟ الجسم بينتج حاجه اسمها الكلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد. الكلوكوزامين والكوندروتون دول مسؤولين عن سلامه وصحه الاربطه والغضاريف. الهيرونيك اسيد ده اللي هو السائل اللي موجود بين الغضاريف. مع بقى العادات الغذائيه الغلط ومع الحركات الغلط ومع الناس كبار السن ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندي السائل او الماده اللي بتفرز من جسم الاسمان من جسم الانسان ما بتقدرش تعوض لي مشكله الاربطه والغضاريف. يعني التركيز بتاع الهيرونيك اسيد والتركيز الكلوكوزامين والكوندروتون بيقل مع الجسم من جسم الانسان فبتظهر عندي مشكله الاربطه والغضاريف. فانا محتاج اديك بقى مكمل غذائي يعوض لك الديفيشنسي او النقص اللي الجسم هينتجه. ودول اول ثلاث مواد موجودين في الجوينت بيكس. موجود الكلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد. هو الجسم بيحتاج قد ايه كلوكوزامين في اليوم عشان يحافظ على صحه الاربطه والغضاريف؟ بيحتاج 1500 ملي جرام. التركيز بتاع الكلوكوزامين اللي موجود في الجوينت بيكس 500 ملي جرام. عشان كده لو انا هديهولك بصوره وقائيه هديك قرص واحد في اليوم، لكن لو بصوره علاجيه هديك قرصين يبقى اديتك 1000 ملي جرام لحد ما المشكله تروح. ايوه عشان كده دايما بنقول الكورس ده من شهرين لثلاثه. وخلي بالك انا برضو مش عايز الجسم مش عايز الغي عمل الجسم في ان هو ينتج ماده الكلوكوزامين فاديتهولك في صوره قرصين يعني اديتك 1000 عشان الجسم ينتج ال 500 ملي جرام. اوكي يبقى انا النهارده اللي حصل ان انا اديتك الجوينت بيكس هو انت عايز تاخده علشان ما تخشش مني في المشكله هتاخد قرص واحد. طيب لو انت عايز تاخده كحاجه بقى بتشتكي من الطقطقه في وجع في عندك في المفصل بتاعك بتاخد قرصين مع بعض. خلي بالك احنا اتفقنا ان هو بيعمل فيه خمس حاجات وبيعمل خمس حاجات. اول ثلاث حاجات هو دلوقتي اتفقنا ان هو قلنا اول ثلاث حاجات ان هو سلامه وصحه الاربطه والغضاريف. سهوله الحركه لان سهوله الحركه السائل لما بيقل ايه اللي بيحصل؟ بيبقى عندك مشكله في الحركه وسلامه العظام. طب هل الجوينت بيكس اكتفى بذلك؟ قال لك لا انا لازم اديك حاجه متكامله. في مستخلص البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس. بيعمل ايه بقى مستخلص الاناناس ده؟ الناس اللي بيبقى عندها في بعض الناس اللي بيبقى عندها مشكله في المفصل تلاقي المفصل بتاعها فيه تورم. فالبرومالين هنا اللي موجود في الجوينت بيكس مضاد لهذا التورم. للالتهاب يعني ولا للتورم؟ للتورم. اصل الالتهاب ده انا هجيب فيه. بص حضرتك تأمري الله يخليك يا دكتور ده جميل ده المنتج ده جميل. شفت ازاي؟ يبقى البرومالين اللي هو مستخلص الاناناس ده مضاد للتورم. الاستاذه قالت ايه؟ طب والالتهاب؟ عشان كده حطيت لك بقى ايه؟ مستخلص الزنجبيل اللي هو الجنجر. الجنجر ده بقى اللي هو مضاد للالتهاب وكمان بيحسن من كفاءه الدوره الدمويه في منطقه المفصل. حلو قوي. فبالتالي بيسرع من الشفاء. تمام؟ عشان كده هو في خمس حاجات وعمل خمس حاجات. في الكلوكوزامين والكوندروتون والهيرونيك اسيد وفي البرومالين وفي الجنجر. دول الخمس حاجات. هو مضاد للالتهاب، مضاد للتورم، بيسهل من سهوله الحركه، بيجدد الاربطه والغضاريف، وبيحافظ على سلامه العظم. ده مهم قوي للرياضيين بقى ده يا دكتور كمان. بص حضرتك اثرت نقطه مهمه جدا. بص حضرتك هتلاقي اكتر الاصابات اللي بتيجي للرياضيين هي في منطقه الركبه. طبعا يقول لك انا حصل عندي مشكله في الغضاريف، عندي مشكله في الرباط في الصليبي والكلام ده كله. المفروض الرياضي ياخد مكمل غذائي طبعا تحت اشراف طبيب الفريق عشان يحافظ له او علشان ما يخلوش يتحط في هذه المشكله. على فكره برضو من ضمن مشكله الاسباب مشكله المفصل بتاع الركبه ان حضرتك بتلبس حذاء رياضي بس مش صحي. او بتلعب على ارض مش صح. مشكله النجيله دي مشكله النجيله تانية. خلي بالك. فهتلاقي غير بقى في مشكله تاني هتلاقي ان انت من الصغر انت ما خدتش الاكل بتاعك اللي يحافظ لك على الاربطه والغضاريف او كنت بتمارس رياضات خطا على فكره. صحيح. يعني انت مثلا هتلاقي معظم الناس اللي بتمشي على التريد ميل يقول لك انا ركبتي بتوجعني. ما هو ركبتك بتوجعك لان انت السائل عندك قل. ولما السائل قل ابتدى الغضاريف تاكل في بعضيها
فانت مين في صغرنا كان بيروح تحت اشراف مدرب؟ وعشان كده تلاحظ ده يفصل لك برضو، يقول لك ايه هو حصل عنده مشكله مثلا في الركبه اليمين، خف في الركبه اليمين يروح حصل له مشكله في الركبه الشمال، لان هو طبيعه جسمه من صغره ما خدش الكميات الكافيه اللي تحافظ على صحه الاربطه والغضاريف. فهو حيك سؤال حيك مهم جدا، هو يتاخد فرادين؟ اه طبعا المفروض على فكره يتاخد. ايه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها عشان تحافظ على جسمنا او جسم اطفالنا؟ احنا كبرنا بقى خلاص من هم صغيرين يعني، خلاص يعني قصدي اربطتنا جميع افراد الاسره على فكره. بص حضرتك، احنا النهارده اتكلمنا في محورين، اتكلمنا في الغذاء واتكلمنا في المكمل الغذائي. مكمل غذائي يعني ايه؟ يعني انت الغذاء بتاعك اللي بتاخده مش كفايه يديك العناصر اللي انت محتاجها، فعشان كده بديك مكمل غذائي. عشان كده بنتكلم في المكمل الغذائي مش علاج وانما وقائي. يا دكتور، ما انا هقول لحضرتك حاجه، هو حضرتك بتتكلم في نقطه مهمه جدا، اهميه المكمل الغذائي، واحنا كلنا ما شاء الله كستات بنجيب مكملات وكولاجين وحاجات من بره وحاجات من جوه، طب ما نهتم بالعظم يعني، دي مهمه قوي، لان برده هقول لحضرتك حاجه، في ناس كتير ما بتاخدش الغذاء الصح زي ما حضرتك قلت، بس في ناس بتخاف من المكملات الغذائيه انها تتعب لها معدتها، فده عايزين نتكلم فيه برضو ان المنتج طبيعي 100%. ما هو بص حضرتك يا فندم، الناس لازم تبقى فاهمه الفرق بين المكمل الغذائي والادويه الكيميائيه. انا اسمه مكمل غذائي، يعني انا بالظبط كده حطيت لك اللي انت محتاجه في قرص تاخده سهل ان هو يتاخد. ده اسهل حاجه. دي اسهل حاجه. ما احنا مش احنا خلي بالك، احنا في الكلام في سياق حوارنا قلنا ايه؟ لما جينا نتكلم على الجونت بيكس قلنا ايه؟ قلنا الجونت بيكس ده عباره عن مستخلص الاناناس والزنجبيل والثلاث مواد التانيين الجسم اوريدي بينتجهم. لما جينا نتكلم على فيتامين د قلنا ان هو مستخلص من المصادر، جينا نتكلم على الكالسيوم، هو انا حطيت لك الكالسيوم في صوره مكمل غذائي. فحك لا، الساده المشاهدين ما يلاقوش من حاجه زي كده، عشان كده كل شويه اقول مكمل غذائي وبقول ان انا هو بيتاخد كحاجه وقائيه. انما هم في ورا الكاميرا حطوا صوره عجبتني قوي، المكمل الغذائي الرابع بتاعنا اللي هو الالب مالتي فيت. اوكي. ده إيه بقى؟ المكمل الالب مالتي فيت ده بص حضرتك، زمان واحنا صغيرين طبعا، انا عشان انتوا لسه صغيرين. لا كلنا كنت ايه لما اروح حضرتك لما تروح للدكتور مثلا تقول له ايه؟ انا عندي عايز حاجه تقوي المناعه، يروح مديك فيتامين سي. مظبوط. طيب عندي مشكله في الشعر، يروح مديك زنك. طب انا عندي مشكله في الانيميا، يروح مديك فوليك اسيد. يقول له انا عندي الناس بتوع السكر، يروح مديله فيتامين بي. صح كده؟ تخيلي بقى حضرتك ان انا النهارده جمعت لك كل الفيتامينات والمعادن اللي جسمك بيحتاجها في صوره قرص واحد اللي هو الالب مالتي فيت. 13 عنصر من العناصر الغذائيه او الفيتامينات والمعادن اللي الجسم بيحتاجها كلهم حطيتهم في قرص واحد. هتلاقي فيتامين سي فيه التركيز بتاعه 500 ملي جرام. اللي هو فاكره حضرتك الفوار اللي كنا بنجيبه زمان؟ هو التركيز بتاع القلب موجود في القلب مالتي فيت. موجود الزنك، والزنك هنا من الحاجات اللي كانت في ازمه في جائحه كورونا كانتش موجود. حطولك في والتركيز اللي الجسم محتاجه في القلب مالتي فيت. حطيت لك النحاس بيقلل من اعراض الشيخوخه وبيحسن من الغده الدرقيه، يعني كمان بيزود لك من معدلات الحرق، يعني انا مش عامل لك لود على الركبه كمان. تمام؟ حطيت لك الفوليك اسيد، الفوليك اسيد ده دايما مرتبط بالحديد، بنقص الحديد. صح. وخلي بالك فيتامين سي بيزود من امتصاص الحديد. حطيت لك فيتامين بي، فيتامين دي دايما بتوع السكر، مرضى السكر كان يكتب لهم فيتامين بي، انا حطيته لك في القلب مالتي فيت. وعلى فكره الفيتامين بي 12 برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملها ان هو بيحسن من التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، يعني حضرتك لما بتاخد القرب عشان كده بيقولوا كمان ان هو مصدر للطاقه. ده الكرسي بتاعنا الكامل. اوكي. ما دام بنتكلم على كرسي احنا لازم نقول للساده المشاهدين ياخدوه ازاي. مظبوط. تمام. تفطر. ايوه. وتاخد بعد الفطار قرص قلب مالتي فيت مع قرص فيتا باكس. اوكي. لو هو وقائي. لو انت بتشتكي من اعراض تاخد قرصين. تمام. تتغدى وتروح واخد زيت باكس اللي هو مصدر الكالسيوم. تتعشى وتاخد الجينت باكس، لو قرص واحد لو انت عايز تحافظ وما تخشش في مشكله المفاصل. لو انت بتشتكي من مشكله المفاصل بتاخد قرصين بعد العشاء. حلوه قوي، حلوه قوي. ده كده الكرسي من اول ما بتفتح عينك لحد بالليل. وقايه. بالظبط. وقايه. وقاي او علاجي كمان. ما اتفقنا هو وقاي او علاجي. دي الجرعات الوقائيه اللي هي قرص، الجرعات العلاجيه قرصين فيتامين دال وقرصين الجوينت باكس. اوكي. تمام. انا في بص عجبان الكلمه مكتوبه على الشاشه اللي طلب كرسي العظام. ايوه. اصل الكلمه دي برضو فيها حاجه، ارقام التليفونات هتظهر على الشاشه دلوقتي، لما هتتصل هيرد عليك فريق متخصص طبي. حلو قوي. ان هو بيسالك بعض الاسئله عشان يحدد لك الجرعه.
مش بيع وخلاص، لا أوكي. احنا يهمنا في الاخر صحة المشاهد او المواطن. حضرتك لما بتتصل بالتليفون بيسالك شويه اسئله، وعلى فكره بيقعد يتابع معاك يعني كل الاسبوع بيتصل بيك، الدنيا ماشيه ازاي، الاخبار ايه، هتبتدي التحسن ايش التحسن، وبتعمل لك فايل كامل متابعه. تمام، يعني نطمن الجمهور بس بسعره كويس ولا لا قبل ما نختم؟ اكونوميك، اقتصادي جدا وبيناسب جميع افراد الاسره. وحضرتك لو حبيت تجيب الكورس ده الاجنبي بتاعه هتضرب في 4 أو 5 أو 6، وخلي بالك هو بيمنعك تخش في مشاكل كبيره، تغيير المفصل. اخر حاجه عايز اقولها، من التراست في هذا المكمل هو موجود في بعض المستشفيات الكبرى كمان. نشكرك جدا يا دكتور علاء، كنت منورنا. خلصت حلقتنا منورنا فيها دكتور علاء، يا رب تكونوا استفدتوا معانا واحنا كمان استفدنا جدا، وان شاء الله نشوفكم في حلقات تانية كتير. باي باي.